من الفنانات اللي تميزوا بأدائهم وحسن اختيارهم للأغاني، رفق هالأسلوب الفني ملابس وأزياء أيضا فريدة. الفنانة دارين حتشيتي ضيفتنا لليوم لنحكي عن كل هالتميز. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ صافا. بداية شكرا لاستضافتك لنا بهالمطرح كثير حلو. ميرسي لكم. انت اكثر الاوقات بتكوني متواجده هون. صحيح. دارين، نحن الحياه دائما عنا حلوه، انت كيف بتلاقيها؟ هي الحياه حلوه اذا انت سهلتيها، يعني في ناس بتحس بتخلي الامور تكون صعبه اكثر، وفي ناس بتسهل الامور. فأنا لا، أنا بالعكس، قد ما تكون أمور صعبة قدامي بالعكس بسهلها، ودائما متكلي على الله لتكون الحياة حلوة. ومع الفن كيف بتلاقي الحياة أحلى بتصير؟ صعبة صراحة، يعني إذا قلت لك حلوة، في ناس كتير بتعرف إنه الحياة خاصة كفنانة بوسط الفن كتير صعب، والفن يعني في عدة بواب لإله، ففي أمور صعبة كتير، بس أنا بحب الفن أنا وصغيرة. يعني دارين، هلا عم نحكي كله هيك بالهوى لمثل ما بيقولوا، شو رأيك ننتقل شوي لجوا نشوف التياب، تخبرينا أكثر عنه، نشوف الألوان يلي اخترتينا إياهم. يلا. أوكي. يلا. اتعب علي لو تبغي توصل، أنت ليه أعمل عشاني أي شيء؟ اتعب علي، اتعب علي لو ودك تنانس إيدي أو تسكن بروحي وعيني، اتعب علي. التياب صاروا جاهزين؟ جاهزين. ايه. يلا شو بدك تخبريني دارين؟ هول التياب، يمكن بعتقد هذا الفستان صورتي فيه بكليب. هذا الفستان صورت فيه بكليب اتعب علي. اتعب علي. على فكرة هذا الفستان له قصة. خبريني. بكل، يعني انا لبسته بالكليب، حبيته كثير، لبسته بحفله. هلا اوقات انا في عندي كثير اشياء بالبيت، فساتين بلبسها مره وخلص، خلص. ما بحتاج لها، ما بحب البس تعيديها مرات. عيد عدة مرات، بس في اوقات فستان بعلق عليه قد ما بحبه، يمكن برتاح فيه. أو ما بتحسي مثلا عندك مرات بتتفائلي بفستان او ب؟ ايه صح، انا بتفائل مرات او بتشائم. عن جد؟ عن جد مرات اذا صار معي شيء وكنت لابسه توب ما بقعد بلبسها. لا، مره كنت لابسه شيء بس ما متذاكره، انكسر كعب سكربينتي وطلعت على المسرح مكسور الكعب. عن جد، بس هيدا ما بعرف كثير بلبسه عدة مرات، يعني هيدا من تصميم اكيد المصمم العالمي جميل خمسة. كثير حلو واللون. وفي شغلة جميل، بحب كتير مشيتي ورشاقتي، فطلب مني بأحدى الديفيلات تبعه إنه أمشي مشيت كاتووك، كون على الأكيد ستيج، فإن شاء الله هيك تشوفوني على الديفيلات. أنت الموديل يعني تعملي مرة؟ لا حلو، لا مرة واحدة. حلوة الفكرة. دارين، شو جديدك؟ شو عندك شي جديد؟ جديدي هلا عملت غنيه للبترون. البترون هي منطقه بلبنان نعرف العالم، حبيت انه هيك خاصه البترون لانه بصير فيها كثير حفلات ونايتات، وكل الشباب والبنات بيسهروا فيها هالمنطقه، واكيد عملت حفله. يعني كان عندنا حفله اوبننج بالبترون، كان تقريبا حوالي 20,000 شخص، فعملت لك شو ما بدك قول، نحن كثير كل وجود الحبايب بدنا الليلة طول، كل صحابي حدي وانا غيرهم ما بدي، ولا شوف تليفون ما كلهم بالبترون، نحنا بالبترون بالبترون بالبترون، في هالجو
أنا بدي أتشكرك داريا على اللقاء المهضوم كتير. مرسي نانسي. بس بعد عندي طلب. شو؟ بني لي هيك. يلا شو بدك؟ حسب ال. على أول فستان. أتعب علي. علي. أتعب علي. لو تبغي توصل أنت لي أعمل عشاني أي شيء. أتعب علي. أتعب علي. لو ودك تلامس ايدي او تسكن بروحي وعيني اتعب علي اتعب علي اتعب اتعب علي لو تبغي توصل انت لي اتعب. ثانك يو. اسلم هالتنك عنك معنا. لا عادي. ثانك يو دارين. وشو دايما بنقول حياتك كيف؟ حياة حلوة وإذا أنتوا خليتوها حلوة فكل شيء بتسهلوه يعني بتسهلوا الأمور فكل شيء بيكون حلو. مرسي لك. مرسي لك. Thank you.